منتزه ثادق الوطني وحملة التشجير في المحافظة. تعطينا بس نبذة. هذا طبعا يعتبر واجهة لثادق بارزة فعلا. أي نعم. يعني يعتبر أكبر مشروع تشجير بري على مستوى المملكة. ما شاء الله. مشروع ضخم جدا. طبعا يبعد عن الرياض مئة. عددها كم؟ عددها الآن الشجرات اللي تم استزراع كمرحلة أولى 160 ألف شجرة. ما شاء الله. وثلاث ملايين شجيرة. ما شاء الله. 3 ملايين الآن. هذا المرحلة الأولى. في صورة له معك هنا من الصور. إيه هذه الصورة. نشوفها ليت. أبو أمين كده عشان نسمع توضح الصورة. منتزه ثادق الوطني. الله الله الله. اللي يدورون المكشات ذا الأيام ويدورون الأماكن الحلوة لا تعدون. هو الآن خلاص الآن طبعا مطروح كاستثمار على أساس من يرغب إقامة مخيمات أو تأجير. إذا بنغير جو إحنا. ما شاء الله. إحنا مصطفين. إن شاء الله بس إذا جاء برنامج كشتات بنجي نصور بإذن الله. طبعا هدف المشروع 5 ملايين شجرة. ما شاء الله تبارك الله. ميزة الآن طبعا الآن بداية المشروع والمرحلة الأولى في وادي عبيثران اللي هو شرق ثادق. لا جنوب ثادق. جنوب شرق شوي. لكن هذا مشروع عجيب. يعني أكبر مشروع تشجير بري في المملكة كلها. هو واجهة طبعا. الآن عندنا طبعا هو هدفه 5 ملايين شجرة و10 مليون شجيرة. طبعا ميزة الوادي هذا أنه فيه مساحات واسعة. ما شاء الله. استفاد منها في التشجير بغض يعني فيه أودية في مناطق أخرى غزتها المزارع وزع فيها ثادق. طبعا ما وزعوا فيها المنطقة هذه وهذه من أجمل ما حصل في ذلك. بقي الوادي مفتوح للتشجير وكذا. ما شاء الله. طبعا هو طبعا المنتزه هذا تحت مظلة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. محمي الآن. محمي ومشجر. هنا طبعا لا ننسى أن فيه الجندي المجهول. صح. اللي وراء هذا مشروع الأستاذ إبراهيم بن عيسى. إبراهيم طبعا عبد الله بن إبراهيم العيسى بيض الله وجهه. جزاه الله خير متفرغ لهذا المشروع وتماما وله جهود وبصمات. الآن والله الحمد من ضمن المشروع طبعا عمل المدرجات عمل ما شاء الله ما شاء الله المداريج هذه لتنظيم حركة السيول وأيضا عمل اللي ذكره الأخ إبراهيم عبد العزيز. زين والله برضو اللي هو احنا محظوظين فيك يا ابو اللي هو طبعا اسمح لي. نعم. بس في واحد بالهاشتاج يقول محظوظين بوجود والدي الغالي عبد الله الماجد في برنامج مميز مثل امسيات ومعلومات ثريه وقيمه عن محافظتنا الجميله ثادق. واصل شوي خلينا نشوف. طبعا هنا تم تطوير عده مواقع بالمنتزه. طبعا المنتزه ما يشمل بس وادي بعثران. توسع الى مناطق مثل روضه مشقوق مثل العج مثل روضه الخريمه نوره الان تبع المحميه الملكيه. العج فيها روضه. اي طبعا في روضه لا احنا اشتهر الاسم عندنا باللي هو تبع المزرعه. لا العج المزرعه لكن أي. العج واسع لكن فيه روضه. طبعا هناك الان كهوف. فيه طبعا كهوف صناعيه هم يرتبون كهوف وابراج تجميليه. ما شاء الله. وكذلك إنشاء مسار هايكنج اللي ذكره أبو اللي ذكره إيه للدراجات الجبلية والمشاة بطول 7 كيلو. إيه ما شاء الله. 7 كيلو. هذه جزاكم الله خير. في كشتات جينا صورنا فيها روضة نورة. إيه. كشتات 8 بلدية ثادق ما قصروا. جزاهم إيه الله خير. حصلوا مقر هناك. والله أكرمونا. إيه ما كرم.